السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشرف الحباب. إن شاء الله تكونوا لاباس وفي أحسن حال. اليوم درت شتي طحان بالدجاج والعظام، ودرت معها المطلوع. هنا أول حاجة درتها درت الكسرة اللي هي المطلوع، اللي هي كسرة خميرة نديرها، باسكو حنا عندنا شتي طحان سي أوبليغاتوار معها الكسرة، سخانة ولا برد إذا نديرو شتي طحان لازم كسرة. ممكن ياكلها بالخبز البنات، البنات الكسرة ولا المطلوع. راني درت لا غوسيت تاعها، تلقاوها في لاشين تاعي في لي زونسيان غوسيت، ادخلوا لي فيديو بريسيدون. شوفوا البنات تجيكم خفيفه تشهي، شوفوا كيف تراعد وحدها. حنا البنات نقولوا لها شتي طحان بالجاج والبيض البنات. درك كل واحد كيفاه يديرها. نحتاج لي زيبيس البنات، نحتاج الملح، نحتاج الدجاج، البصله زوج حبات كبار قصيتهم كي تاع الشكشوكه رقاق، ودرت رابي ثلاث حبات طماطم وزيت الزيتون والملح. هنا واش حطيت؟ الدجاج، حطيت البصله وحطيت الطماطم، زوج حبات كبار تاع بصله وثلاث حبات طماطم مرابيين، وشويه دبشه، لوح زيت الزيتون ولوح لي زيبيس، فلفل الكحل كسبر، هذا كسبر، ابخي اللوح البابريكا، الفلفل الاحمر، ابخي اللوح الفلفل الكحل اللي هو فلفل اسود، واللوح المهلح البنات، وما نهايلها ما نحركها ما نمسها. نغطي المرميطه تاعي ماشي نقفلها، نغطيها برك ونخليها تطيب لو فو دو سما تطلق الماء تاعها. به البصله تذبل وحدها كيما قلت لكم، اختلف لا غوسيت تاع الشكشوكه، لازم البصله تطلق الماء تاعها. تابعوا مليح البنات، غوسيت خمس دقائق وانتم درتوها سهله ومليحه في الصيف. شوفوا البنات طلقت الماء تاعها، البصله الطماطم هنا ذبلت خلاص البصله. هنا واش ندير؟ نمرقها بنص بول تاع ماء غير باه يطيب لي برك الدجاج. فوالا نغطيها نخليها تطيب. هنا نحتاج اربع بيضات وفلفل حار واحد، قرن فلفل ودبشه، واللي يحتاج يدير وحده يدير، واللي يحتاج زوج يدير، على حسب واش تاكلوا احباباتي، على خمسة أربعة ثلاثة كيما تبغيو. هنا صاي شوفوا لاصوص اي ما تبوجيش، ما زادتش نقصت. لهنا لوح تقرن فلفل حار، ولوح البنات نفقص بالبيضه ونحط، نخاف لا تكون وحده فزت ما تفزد لي العشاء. البنات قاعدين تقولوا على واه لاصوص ما نقصتش، علاه؟ انا عندي المرميطه هذه كيما نمرقها كيما تبقى، اللحم ولا الدجاج ولا واش نحط فيها يطيب، والماء اللي حطيته يبقى. سما اذا نمرق نمرق على واش نحتاج، اذا درت بزاف ما تشربش، ما تبقى لي ما تروحش في لافابور. ولا البنات لوحت البيض، لوحت الدبشه، ولوحت الفلفل كما قلت لكم، حلوا بالوحده فقصوا بالوحده، ولوحوا لوحوا في الاماكن الفارغين. ونخليها البنات كي شفت البيض تاعي طفى طابت استغفر الله، طفيت الغاز وفوالا. وهذه هي شهيه طيبه سيداتي. واش نقول لكم؟ هذه هي شتي طحه، حنا نقولوا لها شتي طحه بالدجاج. ان شاء الله تعجبكم لا غوسيت. فوالا على بروشان غوسيت مع نوال. ما تنساوش حبابي لايك ما فيديو والاشتراك والضغط على الجرس، هكا بيوصلكم الجديد تاعي. ابقوا على خير، على بروشان.